أسعد الله صباحكم مشاهدين الأحبة أينما كنتم، وصبحكم الله بالخير والعافية، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج واحد من الناس. يمكن الابتسامة هي أفضل رسالة للمشاهد الصبح، رغم اللي نمر به ورغم الأحداث اللي نشوفها، هم زين عندنا ابتسامة ومستمرين بابتسامتنا. يعني في بعض المناطق اللي نوصلها واللي نزورها واللي نسولف مع ناسها، كل منطقة ولها خصوصية. يمكن أغلب المناطق البغدادية القديمة دائما من أزورها وأتحدث في عن البنى التحتية وأتحدث عن موضوعها، أذكر القدم مالتها وأذكر بتفاصيل، حتى وإن كانت تفاصيل بسيطة، بس أذكر موقف هذه المنطقة، شنو منو اللي طلعوا منها، منو اللي تخرجت منها، وشنو الوضع العام الاجتماعي بالنسبة لها، وشنو تراثها، وأتحدث بطريقة نوعا ما بمعلومات شخصية أو بمعلومات عامة. عفوا، اليوم احنا في منطقة مهمة، وهذه المنطقة يعني لها خصوصية مثل ما ذكرت بالأول. أغلب المناطق هي نوعا ما تراثية القديمة، البغادلة الأصليين يسكنوها، وما زالت هذه المناطق تفتخر إلى هذه الشخصيات المهمة. إذا تحدثنا عن موضوع وضع اجتماعي موجود، إذا تحدثنا عن أشخاص أو شخصيات مهمة تخرجت من هذه المناطق، أكيد نذكر الرياضيين بالعظمية. طبعا احنا اليوم بالعظمية لازم نذكر الرياضيين، واللي نذكر أصحاب الأصوات المهمة الحيوية اللي كانت في الدعاء، في قراءة القرآن، وأيضا بجانب الآخر المربعات البغدادية. أغلب الفنانين العراقيين هم من هذه المناطق، من هذه المنطقة تحديدا العظمية. العظمية يربطها جسر اسمه جسر الأئمة، يربطها أيضا منطقة مهمة وحيوية الكاظمية المقدسة. وبالتالي هذا التراحم الاجتماعي وهذه الصفة الاجتماعية اللي موجودة من الزور العظمية، كأنك أنت تتجول بالكاظمية، وكذلك من الزور الكاظمية تتجول كأنه بالأعظمية. يعني صلة القرابة والتعايش اللي موجود في هذه المنطقتين مهمتين جدا بالنسبة للواقع اللي موجود. تفضل حبيبي. هسه يمكن الاغلب هم زايرين المنطقتين، سواء الكاظميه او زايرين الاعظميه. المناطق القديمه دائما تكون بها صفه مهمه، هي الصفه الاجتماعيه اللي موجوده اللي تمتلكها هذه المناطق. اكو صله رحم بين الناس، واكو صله محبة وثقافة عامة عندهم اجتماعيا، وبالتالي يكون هذا اللي خاطب ومتزوج من الكاظمية، وكذلك اللي متزوج من الأعظمية، ابن الكاظمية يتزوج من الأعظمية، وصلة القرابة اللي تربط هذه المنطقتين مهمتين جدا على البغداديين عموما. أو هن يقولون البغادلة، لأن هم هسه البغداديين، من تقول البغداديين لا، يقول لك بغادلة أصليين. البغادلة، كلمة البغادلة هي اجت من بغداديين الأصل، فلذلك سميت بالبغادلة، يعني تمهيدا وتخليدا لهذا التسمية ولهذا التاريخ. عموما أنا هذا السوق زايرة، السوق الأعظمية، ويعتبر أيضا واحد من الأسواق المهمة بالمنطقة، لأنه هو السوق الوحيد بهذه المنطقة، والسوق اللي الشعبي دائما يكون في ساعات الصباح الأولى هو السوق الرئيسي، هو اللي بيه حركة نوعا ما، هو اللي بيه موضوع البيع والشراء إلى غيره. يعني مسواق الصبحية أفضل ما يكون مسواق العصرية بالنسبة لهذه المناطق. هذا الواقع اللي موجود بهذه المناطق، أو أغلبها، أو أغلبها هذه المناطق هي عتها الأسواق الشعبية
ذات أهمية بالنسبة لهم، ذات أهمية لأنه أسواق شعبية ومستمرة بعملها. الله يساعدهم. شوكم شباب؟ هذا خبزة العراقيين، الخبزة العراقية أم السمسم. هاي هسه اللي تو قاعد هناك بغير بلد ويشوف خبزتنا، اشوف هاي الخبزة ما شاء الله. ها بس ايد الخباز هو بطل مبين. الله يوفقكم، الله يوفقكم حبيبي. الشغل دائما تكون مستمر، وحركة السوق دائما تكون مستمرة لبعض الأوقات الصباح. أغلب الوقت دايم حبيبي، دايم. احنا كل ما نمر منا لازم نمر بيك. السلام عليكم، شلونكم علي؟ شو اخباركم؟ الله يساعدهم. شو اخبار اخوي؟ شلونكم؟ شلون امورك؟ الله يحفظك. مرتاح ان شاء الله؟ اسال ندعي لكم بالخير. الله يبارك فيك ويسلمك. شلون الشغل؟ والله الحمد لله ونشكره. هو بشكل ضعيف بشكل عام يعني هو الشغل، بس الحمد لله والشكر على كل حال. الحمد لله. بس واحد الله ساتر عليه، ولد الناس تعيش بخير وسلام وهذا، وشويه يدارونا بالكهرباء وش بريد. قد تريد كهرباء تقريبا؟ والله ذا علي غير حالنا، حال العالم. حال ايش قد العالم؟ العالم فول ما تطفع لهم. واحنا شغلتنا احنا جونا حار. شغله الكهرباء متعبه، احنا هذا كل صيف. يمكن يعني كل صيف احنا نمر بهذا الظرف ونقول يا بالكهرباء بها تقصير. مو كافي عاد؟ المفروض كافي. مو كافي عاد؟ هسه نرجع لل الاكلات نفسها القديمه الاوليه، المخلمه شيء جديد، عروق وشرمه وكباب وتكه صيفي ماكو. والله هو كل احنا نموت على الحار، ما نحب شيء بارد. هو اللذه بالحار والبركه بالبارد. هو درجه الحراره 50 ويطق بالاستكان ويشرب شاي وسيجاره صفر. انا مودي عادل درجه الحراره بالجسم. الله يكون الله يحفظكم. شرفتونا حبيبي، اسوي لكم ريوق. لا اريد اقعد يم الجماعه نسولف شويه هم وياهم. هدوء قلبك دايم. الله يساعدهم. شلونكم؟ شنو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. ولو هي لفه كباب على السريع على الماشي. اي والله شو اسوي؟ مليون عافيه حبيبي. والله الحمد لله احسن. شلونها والله حالها؟ والله العظميه بخير الحمد لله. الف الحمد لله. بس احنا بس شويه الكهرباء عندنا، لان تدري احنا اصحاب عمل. يعني هاي صار هالفترة هاي ماكو، يعني مسوينا ترافيك لايت، يعني حتى الحركة التقصير موجود. هذا أنا قبل شوية قلت يمكن كل سنة وكل صيف إحنا نجيب طار الكهرباء. إي والله. ومرات يعني مرات توصل بين المرحلة إنه ما نشوف الكهرباء نهائي. يا ابن عمي بس قول لي الله يخليك، من 2003 لحد الآن هي شنية؟ هي فد معضلة هي الكهرباء ما يسووها؟ يعني اكو دول يعني دول فقيره عندها كهرباء. يعني هسه احنا 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 اهل الخير يعني ما عندنا كهرباء؟ مو معقوله. هي شنو قيمتها؟ ما تقول لي عمي خلي يجيبون مولدات اذا ما يقدرون يسووها. صرفت عليها هوايه. اي سمعنا 30 مليار، سمعنا قالوا عليها 31 مليار. 31 مليار يعني يسوي لك دول، تبني لك دول. اي دول يا ابن عمي. هي شنو الكهرباء؟ ما تقول لي يعني هسه ذول المولدات اللي ينطونا هم دي يعانون الناس، هم غاز ماكو. يعني شو يسوي؟ يقول لك انا هم اريد ازيد. الناس هي مصبرها. شنو مصبرها المولد؟ هسه تتخيل اذا ماكو مولد شلون البيت يصير؟ جهنم ما ينطب. والفقير ما عنده. اكو عمار بالعظميه هسه، يعني شوارع زينه دي يفلشوها، وشوارع تباوعها رايحه تعبانه ما يجون يمها ولا يوصلوا لها. يعني هسه هذا شارع الشردار حفره يعني بدون تخطيط. يعني انا اشوف انا صاحب عمل، يعني لا شفت مهندس غير المقاول واللوريات تنقل ويحفرون بهالشارع ويطقطقون بهالبوار. يعني شنو الشوارع منتهيه دائما مدمره. جامع اكو هاي الحاره وغير الحاره من صفحه السفينه. يعني هم اول من يبدون غير يبدون بالمجاري، غير يبدون بالمي والشغلات، يعني انه يسووها. يلا يجون على يقشطون الشارع ويسوون ارصفه. زين ثاني شيء، هاي احنا يعني منتهين من عندها. هسه هم خلف الله عليهم نقول دي يشتغلون، حيسوون الارصفه حيسوون شو اسمه. اكو شغله الاخ، يعني اكو تجاوزات بالشارع. يعني هذا اللي يبيع مثلا ملابس مطلع
مطلع له فد 4 مترات بشارع الشرداق، هذا اللي يبيع مثلا بقال، هذا اللي يبيع بلاستيك، كل واحد ماخذ الشارع يا اخي، ما تقدر تمشي، لا مره تقدر تمشي، لا رجال صغير يقدر يمشي، توقف سياره ينسد الشارع. ابو احمد المصارعين الابطال الدوليين، بطل عالم وبطل عرب، بطل عالم وبطل العرب، سنه 80 مثلت اولمبياد موسكو، وهسه حاليا اشتغل حداد، يعني حتى الرياضه هم انا عايفه لانه ادور مصلحتي، ما لي فد يعني. لا هذا راح حرامات هيك يعني، لا تدريب لا شو اسمه، بينما يعني انا بطولات دوليه شاركت، عده بطولات دوليه يعني، عندي بطولتين ابراهيم مصطفى بمصر بالقاهره، واحده ثانيه واحده ثالث، يعني وسام برونزي وسام فضي، عندي بالجزائر فضي، عندي برومانيا برونزيه، زين يعني عندي اوسمه ما يقارب يمكن 30 وسام، بطل العراق من سنه 80 لسنه 90، زين هسه حاليا اشتغل حداد. صار فينا راتب يعني ما قيموا البطل ويا ابن النادي اللي طب ماكو اسبوع. صار فينا راتب، انا صار في لي هسه حاليا 400، زين والباقيين يصرفونهم قسم 600 وقسم 750، اللي كنت اغلبهم وابطح بيهم. هاي يعني ماكو عداله بال شو اسمه. وزير رجال رياضي زين وفاتح ابوابه، هذا اللي سمحته فاتح ابوابه للنخبه والابطال زين. نقدر نوصل له؟ ما نقدر يعني، صعبه شوي. انا صاحب عمل يعني، دا اقول لك يعني اذا عوف اليوم يعني يمكن ما اكل بالبيت، فانا ملتي بشغلي يعني هسه، انه حتى يعني التدريب كنت ادرب نادي الكاظميه، وطلعت من صارت الطائفيه وش اسمه، طلعت ما قدرت بعد اوصل لهناك، تعرف المشاكل وش اسمه، ولو هم يعني الولد يعني اخوتنا وازد من اخوتنا. اهل الكاظميه احنا اهل وياهم، مو اليوم البارحه يعني سنين احنا. لشوف شلون يعني بالمنتخبات، الله يرحمه زعيم كان بالمنتخب وبالهذا ويانا، ومدير نادي رئيس الاتحاد العراقي، يعني ما عندهم هاي الشغلات انه الطائفيه وش، بس هي ناس دخلوا على شو اسمه ماجورين، يعني دخلوا على هاي الشغلات. عرفت الحمد لله والشكر، وراحت قضت ذيك الايام، هسه احنا كنا اخوه ومتحابين ان شاء الله. انا قبل شوي اول ما بديت سولفت قلت الاعظميه بيها ابطال وخرجت هوايه ناس، خوش جيل خرجت، من خرجت الرياضيين، خرجت فنانين، خرجت ضباط على مستوى، سياسيين على مستوى، اقتصاديين على مستوى. زين ضابط يشتغل هالشيء كباب غير على مصلحته وعلى رزقه، يعني كومو هو طلعوه، هو طلعوه من الجيش، يعني لو ظال بالجيش هو يجي يشتغل هاي الشغله، لو اني ظال برياضه وصار في لي راتب زين اجي اشتغل حداد، ما اجي اشتغل حداد، يعني اجي ادرب الفريق، دربت مرتين شالوا البساط من جوانه، شيب محاربه بين واحد وواحد. كل اللي الرياضيين الان يمرون نفس الظروف؟ هواية من هواية أبطال، مو بس هاي قسم هسه حتى وقفوا رواتبهم هم أبطال، وقسم من ضمنهم عبود فليفل، يعني عبود فليفل بطل دولي وأني وياي بالمنتخب سنين، يعني هسه وقفوا راتبه على مشغلة، هاي بطولة مال مدارس رايح لها، بطولة عالم هو رايح، قابل يمثل بيته لو دا يمثل العراق يا أخي، وقفوا راتبه هاي صار حوالي يمكن 18 شهر ما 19 شهر ويلوب ومحامين ومدى يعني، وانت دا تقول هسه دا تقول يعني وزير الشباب هو رياضي وبطل، وانا مسافر غياب اولمبياد موسكو، يعني بال 80 انا مسافر غياب مثل العراق، هو على القدم واني على المصارع، وحاليا هاي سنون واقعه بحلقي ما اقدر اسويها، يعني ما عندي قابليه. دا شوف شلون، وهذا هو قانون الرواد اللي سووه قانون، يعني مثل من يقول مو من صالح البطل يا اخي، من صالح انه اللي جابوه نطوا فلوس وجابوه وحسبوه علينا، حسبوه على الرياضه، يعني ماجورين كلهم حسبوهم على الرياضه، يعني ثلاث ارباع الرواد هسه لو تريد تقيسهم تطلعهم من شو اسمه، ما يستحقون، موقفين القطعه القاع، احنا مشمولين بقطعه قاع، مشمولين بعلاج يعني خارج العراق وداخل مجاني، فهاي كلها مال سفر، تخفيضات مال سفر، كلها هاي ماكو، مو من صالحنا ابد يعني ماكو لحد الان،
ملمسنا وحده من عندهم غير بس الراتب، بس الراتب هذه يحسبون لها 400 ومخدوعون بها. شهر يعطون شهر حمودي. الله يبارك فيك ويسلمك وينطيك الصحه والعافيه. وانا اخوي قاطعتك عن اللفه وبعت بلده تدوس حبيبي. لو تاكل مني انا مليون تقدر. والله طلعت على طريقه حبيبي. والله كلام عراق له. ها عراق بعد زاغروس واحد من الناس. حياك حياك الله عمي حياك. هذه الصور واللقطات اللي تلاحظوها طبعا عشاق الرياضه وهم الاسم الرياضي اللي شائع بهذه المنطقه. هذا حالهم. هذه الصور انا قبل شويه من قلت رياضيين على مستوى انا اعرف انه هذه المنطقه، واعرف انه خلال جولتنا راح نلتقي بواحد من الابطال خلال جولتنا اللي دائما نكون او انطي نبذه مختصره عن المنطقه والمكان. افكر انه فعلا راح نلتقي ببطل من ابطال العراق، بطل دولي يوصل الى مرحله يمثل العراق يستلم له 400,000. 400,000 شلون؟ يعني شلون حسابها ال 400,000؟ شلون اردى هسه انا واحد من الناس اردى احسب ال 400,000 شنو اللي يسد حاجه؟ طبيعي لا. تمكن شخص؟ طبيعي لا. ماكو يعني الحاجه صارت صعبه ترى، مو الاوليه الحاجه، وبها صعوبه العيش ايضا موضوع ثاني. الله يساعدك عمي. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. اخبارك؟ زين ماك الله الحمد لله. شلون عافيتك؟ والله زين الحمد لله. ان شاء الله زين. ان شاء الله زين. ان شاء الله زين. ابو من؟ والله وضع تعبان، السوق ماكو سوق، شو ماكو شغل. ابو يوسف اني. حياك الله ابو يوسف. ابو يوسف احنا اليوم يومكم بالعظميه. والعظميه على وضعها هو حاله حال المناطق الاخرى، لكن بها خصوصيه ابو يوسف. ماكو شغل والله، السوق تعبان والله. لو بهيش لو بهيش لو بهيش لو بهيش والله. والله كلها تعبانه، هاك قاعدين عالم. يمكن لانه ابو يوسف صارت هوايه عرباين وموجوده وناس تشتغل. عرباين موجوده والله هواي. اي والله. ايش صار لك ناس تشتغل ابو يوسف؟ وين بسبب ماني. بسبب ماني. نفس الشغل. نفس الشغل. قبل اكو سلوك عادي هسه ماكو، الوضع شوي تعبان تغير. زين ابو يوسف ايش عجب ما شفت لك واحد من الجماعه وتشتغل وياه وتعرف العربانه؟ وين اشتغل؟ هاي معاملك هنا من الثمانينات انت هنا؟ هاي شغلي هذا شغلي. اي والله. شو تسوي؟ الحمد لله. الحمد لله. موفق ان شاء الله. ان شاء الله. بدون قلبك ويسلمك. احمد الله والديك. الله يبارك فيك ويسلمك. حياك حياك. الله يساعدهم. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ قواكم الله. انت هنا قاعد يم الرطبات والرطب جديد. انت زلغ منها وزلغ منها. هذه هي هاي. صار لك وجه. بدون قلبك. الله يخليك مليون عافيه. الله يخليك. احنا هذه عندنا طريقه احنا العراقيين، هاي طبعا ما موجوده بالدول انه واحد مرخصتك ارد اذوق. لا ماكو مرخصتك هنا. لا ماكو مرخصتك. ها تجي انا طبعي هذا المشكله مالتي بالبيت هسه عندي ما اكله. الا من انا والدكتور ما ناني. الدكتور ما ناني تخيل. اي والله العظيم الدكتور ما ناني بانه اكل، بس انا جاي يعني منطقتي هاي. ان شاء الله. بدون ما مرخصتك وكذا ماكو شيء يعني ماخذ على العالم. لا يا ابني. ملتقي بالاخ هنا وقبل فتره احنا سولفنا ويا اعتقد الوالد. ليش حالك؟ احنا اليوم جولتنا بالسوق بصراحه، احنا بما انه تتجول بالسوق فكل شيء موجود. عن المنطقه، عن وضعها، عن تاريخ، عن وضعها الاجتماعي، شنو اللي تغير بيها، شنو معالمها اللي موجوده. كل شيء تغير. كل شيء تغير. كل شيء تغير. حتى الاخلاق تغيرت. شنو اللي يخطر ببالك يتغير؟ نحو الأسوأ مو الافضل طبعا. بس تبقى شغله واحده مثل ما تقول تاريخ هاي المنطقة ما ممكن يتغير يعني أهل المنطقة هم نفسهم باقين محافظين. يعني من أجي أشوف أبوه مو الشخص هذا ما تفهمني، أشوف وايد أشوف أبويا يعني وهو هم يشوفنا بنفس العين. فهمت شلون؟ بغير مناطق لا تغيرت، ماكو هذا الشيء. الترابط الاجتماعي موجود في بعض المناطق محافظين عليه. موجود لان التاريخ انت تحكي بيه، انت التاريخ يعني اهلنا هالشكل، تفهمني؟ اهل المنطقه ماشي له خارج المنطقه لان يعني صار بيها تدخلات، صار بيها تغيرات وكذا. اهل المنطقه لا بعدهم هسه، هذا ابن فلان
يعني حتى من السمى هذا ابن فلان كل واحد عنده في التسميه يعني فد فد لقب او فد واحد من عندهم بارز من العائله نقول بيت فلان بيت فلان عشان نعرفه من المنطقه يعني هذول لا لفوا مثل هذا لا كذا هيك هيك اي بابا اي حتى وان كان جانا صاروخ الرحمه والخلود يعني هذا حياه الناس بعد هذا حول الله الضحكه والسالفه كل شيء ما يظل يظل بس الذكر الطيب بالضبط بالضبط احنا اخويا احنا مسولفين ويا الاخ هنا وحاشين وياه بتفاصيل المنطقه انا اتذكر والده فان شاء الله الوالد موجود موجود صحه وسلامه الحمد لله استاذ الجو حار وكذا يجي العصر احنا نشوفك ان شاء الله بخير وسلامه الله يبارك فيك ويسلمك الله يا قناة وانت هنت الله بالاخوه هنا ترى شوفكم بخير شباب مليون عافيه حبيبي زاغروس واحد من الناس طبعا هذه طريقه الاكل وتشوف الاخوه دائما يمو بالطرشي الزيتون اذا موجود يا ابي من رخصتك اريد اذوق على الذوق هذه التفاصيل طبعا دول العالم موجوده و طريقة التقبل يعني اكو واحد يمكن قله قليله اليوم اللي ما تتقبل هيك شيء لا بالعكس يتقبلوها ويحبوها لانه هذه ضمن مستوى الثقافي مالتهم وضمن الرؤيه الاجتماعيه بالنسبه للمنطقه وبالتالي نشوف الضحكه والسالفه والشقة بيناتهم وهذا التفاصيل اللي ذكرناها احنا والاخ طبعا الاخوه اغلبهم فاتحين ابوابهم اغلبهم هذا الا ما ندر يمكن يكون خارج المنطقه او جديد على الشغله فنشوفه السلام عليكم شلونك حبيبي الله يساعدهم شلونك عمو شو اخبارك حبيبي شلون صحتك ان شاء الله زين الله يخليك ويسلمك يعطيك الصحه والعافيه عليك اليوم يومكم بالمنطقه والعظميه لها حق عليها الله يخليكم يشرف بيكم على عيني وعلى راسي ربي يحفظك الله يخليك شلون المنطقه شلون حالها الحمد لله الامور والله هذا مسكين اي والله بس شو ركود اقتصادي شويه اي بالعظميه لا إيه لا بشكل عام بشكل عام نعم بشكل حتى المناطق هسه أنا تفاجأت قبل يومين أو ثلاثة عندي صديق بالشورجة يقول والله ما نستفتح مرات بالشورجة يعني الاسم هذا الشورجة من واحد يجيب طارية شوفه فلوس اقتصاد يعني حقيقة أقل مسواق من الشورجة كان مليون ونص مليون وسبعمية وخمسين هسه 350 مسواق مالي يمكن لين الحاجه تطلع اي نعم راس حاجه يمكن نعم 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 ابو من عمي انا ابو طه لا ابو عمر حياك الله ابو عمر الله يخليك ويسلمك ابو عمر من القدامى سكنت المنطقه ان شاء الله ان شاء الله انا قبل شوي سالت الشباب قلت لهم في اكو اختلاف شيء عن العظميه عن قبل وبعدهم حافظ على التاريخ ومحافظه على عراقتها وتفاصيل بدأ عراقتها بدأت تفقدها إضافة إلى هذا أنه يعني صارت هجرة إلى الأعظمية طيب. يجي مهاجر إلى الأعظمية من غير منطقة يعني ما إلى ذاك الاهتمام بالمنطقة بقدر ما إلى اهتمام بنفسه بس وعلى حكايتك أبو عمر ما يطلع على الواقع اللي موجود واحنا يمكن هاي اغلب المناطق صارت بيها يعني تشوف جار ما يسال على جاره وترابط اجتماعي قل بسبب الاوضاع والاقتصاديه وبسبب الامراض والفيروسات وغيرها والناس نوعا ما بتعدد لكن اكو مناطق لا محافظه يمكن المناطق الشعبيه هي الاكثر اكثر محافظه شوي نعم لا تزال محافظه على تقاليدها علاقاتها محبتها تكاتفها يعني يكون بالافراح والاتراح مفهوم يعني والحمد لله والشكر انا اذا اتحدث عن تاريخ هذه المنطقه فاكيد اكو ترابط بين ودائما ذن المنطقتين من تذكر الاعظميه لازم تمر بالكاظميه صح ها صح واذا ذكرت الكاظميه لازم تعبر عن صحيح 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 ترابط ايران قديم جدا 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 واحنا نتشرف به الكاظميه اي أيوة والله احنا اعزاء علينا اهل الكاظميه نفس الحكي ترى انا من اروح لهم نفس الحكي يقولون عمي اخوتنا ذولا مو هذول نوبين اي أيوة والله تاريخ نعم صحيح نعم نعم
كنا كانت اكو جزره هناك، كنا نعبر للجزره نلعب، ناخذ ويانا يعني فريق كره قدم، هم يجونا منك واحنا نعبر لهم من على الجزره ونلعب مباراه كره، ولا ما نخلص نقعد نتعشى سوا، هم يجونا جايبين وياهم هجابي واحنا هجابي، ونشوف لك اياها والله نبقى للعشرة عشرة ونص بالليل وبعدين نرجع. يعني ما في اليوم اجى على بالنا في الشيء هذا هيك وهذا هيك ابدا. ايوه بس انتهت انتهت انتهت. مو بصايد انه شنو الجزره صارت منا الاستخبارات العسكريه منعوا بعد المجيء احد الجزره. ما يمكن هم كانت يعني انا هم سامع عنها انه كانت يعني الاخوه السباحين اللي على مستوى كانوا يتدربون بيها و... نعم 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 اي نعم. هو اكو سباحين من العظميه، اذكر سباح العظميه اعتقد علاء النواب اسمه، ولا اخر ناجي ما اتذكر اسمه. يعني ذولا سباحين كان يجي يفوت من يمه يقص، مو يسبح مع باتجاه المي يقص. يعني احنا قاعدين نتفرج عليه، واذا بعد فتره قصيره شوف حوالي على بعد 500 متر من عندنا باتجاه المعاكس المي. فكانوا سباحين يعني قابليه قابليه. وعندنا هنا مصارعين هوايه، هو مصارعين هوايه 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 هواية. خاصه بالمصارعه العظميه عندها. انا ما اريد اطول وياك لانه تعبتك، واحنا هسه عايشين على المبردات، هسه المبرده طافيه قطع قطع الكهرباء. الوطنيه والله بالسوق شلون هنا؟ والله هسه انقطع زينه زينه، يعني المجلس الصبح تقريبا 8:30 كانت موجوده زين، فتح هسه انقطع هسه زينه. يعني مناطق سكنيه؟ والله المناطق السكنيه انا اقول لك مثلا بالليل ممتازه، بس بالنهار شم تجي خمس دقائق تنقطع، خمس دقائق تجي خمس دقائق تنقطع. شنو السبب ما اعرف يعني. مشكله. اي يعني انا شاكر فضلك ابو عمر. الله يخليك. من وقتك هواي. العفو عيني، تشرفنا بيكم. الله يخليك. اهلا بيكم مرحبتين. الله يسلمك. يا قناه. زاقروس واحد من الناس. حياك. تشوف الان تشوف. الان حبيبي حياك حياك الله حياك الله مع السلامه. هذه شوف ثقافه الناس اللي موجودين بهذه المناطق. انا قبل شويه هم ذكرت قلت انه يمكن الحاله الاجتماعيه اثرت، الحاله الاقتصاديه يعني اهل المنطقه من تشوفهم بهذا التفاصيل بهذا الروح اللي موجوده بهذا المنطلق الاجتماعي اللي موجود الموروث، يعني تحسهم انه فعلا فعلا اهل ملقى واهل بيت، ويعني بالضبط انه تلاحظهم وكانه انت في بدارك. يعني حتى اللي يجي غريب من يجي لهذا من يجي لهذه المناطق اكيد اكيد يحس انه هم اهله واصدقائه وزملائه واخوته وعايش العالم. السلام عليكم حبيبي، شو اخبارك؟ الحمد لله ان شاء الله زين. حياك الله. الله يخليك. زيارتنا العراقيه هذا مستورد، ماكو عراقي. ماكو؟ ما احلى عراقي. لا والله. ليش اسوي؟ مو وقته؟ لا وينك؟ مو وقته. زين شو عندك اخوي اليوم انت؟ شنو العراقي بالله؟ هسه اللي عندك شنو؟ طماطم هاي مو عراقي بينه. كلها مو عراقي الغراب. والله كلها عراقي. كلها مو عراقية. والله يقول عراقي يكذب عليك. انا هاي زراعتنا هيك راحت؟ اي كلها راحت. لا بشرى. والله. شنو السبب؟ اكو بيها سبب لو ما بيها سبب؟ الفلاح ما يزرع؟ لو الفلاح يزرع بس هاي امكانيته. هاي امكانيته غير هاي امكانيته. زين الاسم بالخير. سيف حبيبي. سيف الله يخليك. مومن ابو زين. ابو زين الله يخليه ويحفظه. عاد زين ما شال عقبه يعني. مستحيل. والله مستحيل. ابو زين الله يخليك. جي صارك تشتغل بهاي الشغله 13 سنه ما شاء الله. هذا هم عمر. اي عمر شفت السوق. بعد السوق يعلم، ومرات السوق يخليك تعرف كل التفاصيل. طبعا يعلمك على الشغل، ممكن صحيح. يعلمك على الطريق الزين، ممكن زين. يعلمك على الطريق المو زين اشكال صحيح. هسه انت خوب ابو شغل وتعرف. يمكن عندنا الشباب اليوم اللي موجودين او عندنا اطفال يشتغلون بالعرباين ويشتغلون بغيرها والعلاليق، هذا من يطب السوق يعني تشوفه بعينك. يعني انت اب
شنو المصير؟ شنو اللي يقدر يتعلمه؟ من المسؤول برأيك؟ العائلة مسؤولة؟ عائلته يعني غير ما نطلع شغل، ما محتاجين اهله. عندنا هنا هواي يشتغلون؟ هواية اي والله، اي والله. كثرة لو يقل؟ لا هواية. اي والله. زيادة؟ اي هواية. اي والله. الله يكون بالعون ابو زيون. الله يخليك، الله يسلمك. ما عرفنا اسعارك، انت عارضهن بس ما عرفنا. على 1000 وربع يمكن. هاي 2 بالف وربع. 2 بالف وربع. هاي ب 500. 500 بس تعبانة الطماطة. هاي توني جبتها والله. توني جبتها والله. صفرة. زين. جنب اول جمعة ما صار يعني توي صفطت فيها. زين علوة الرشيد لو علوة مال الرشيد. ها. اي. سواقك من الرشيد. اي من هناك. مو الطريق بعيد. شو تسوي بس يعني على مود يعني ارخص. زين يا يعني يا الاقرب. اذا اقرب علوة لكم. اجيب بس من الرشيد. المسواق مو قريبة لو بعيدة. بس مغلوانيين. اها. اي والله. يعني الشغلة اللي تشتريها من جميلة تختلف عن ما تشتري من هناك. اي. اي يعني فرق بيها. اها. اي. وهذا الفرق يصرف. اي طبعا. يصرف. يعني الله يخليك الله يسلمك. حبيبي رحم الله والديك. تحياتي سلام. موضوع الفواكه مو يمك؟ يم الحج. يم الحج، الحج تعبان ما يقدر يسولف. طبعا الاغلب اللي تلاحظوه يمكن المسواق اليومي. انا هسه سولفت ويا ابو زين. يمكن هذا الشغل وهذا طريقة العمل اللي موجودة يمكن هي اللي المواطن يتعناها، يعني يشتغل ما يشتغل أو يضغط على نفسه يقدر يشتري مسواق من هذا الأشياء البسيطة. أما إذا دخلنا على موضوع الفواكه وغيرها وأكيد الأغلب هو مستورد إلا ما ندر، يعني حتى ديالة اللي كانت تنزل للسوق بالموسم والسوق ينترس كل زرع ديالة، اليوم ماكو زرع ديالة، الفلاح ما يزرع لأنه ماكو مي وضغط الحياة يريد يعيش، يقول لك ما تصرف لي. وطيب المستورد اللي موجود هو أرخص، هسه المستورد أرخص من ما يزرع الفلاح، يعني يطلع عليه خسارة، والفلاح ما متعود انه يخسر هوايه لانه مره مرتين ثلاثه يخسر بعد ما يزرع. وهذا اللي موجود هو هذا اللي بصراحه اللي نشوفه سائد بموضوع الزراعه بشكل عام. هذا الصور طبعا هذا امتداد ايضا للسوق. السوق بطريقته بالمخضر وبي الفواكه وبعدة أمور، المواد الغذائية وبالأفران وبالقصابة وبالحداد، يعني على نقدر نقول الأغلب هم موجودين، الأغلب أغلب المحلات التجارية اللي موجودة، ويقول لك هو هذا شغلنا وماشي، هذا شغلنا وماشي وطبيعي طبيعي. هذه اللقطات، هذه الصور، وتحية حب وتقدير لكل عرق جبين مواطن يشتغل بتعبه وبكده ويريد يعيش. تحية حب وتقدير. السلام عليكم، شلونك عمي؟ قواكم الله، شلون عافيتك؟ الله يعزك. ان شاء الله الحمد لله بخير. شلون امورك؟ سلمك الحمد لله بخير. قلت قبل ما اجي قلت تحية حب وتقدير لكل جبين يشتغل بعرق جبينه ويريد يتعب. الحمد لله واشكر. الله يبارك فيك ويسلمك. مثل يقول هذا رزقنا وهذا تعبنا، الحمد لله واشكر. ولا يعني ان من ايدينا لحد، هذا كبري وهذا عمري الحمد لله واشكر، بعد بيها حيل. الحمد لله واشكر. الله يبارك. احسن هاي تسوى عندي مو بس الدين، تسوى عندي الدنيا والكون كلها، الحمد لله واشكر. الحمد لله. هنا هم موضوع الحداد هنا بسنتر لو لا هو يعني اي وين ما كان صارت اي بس انا مثل يقول انا عندنا محلي قاعد يعني ايه. انا 7 ابكار فاشتغل وياهم ايه. عاد مثل هذه يخابرون انا اجيب لهم مواد هذا موادهم خب الطريق ما تعذبك والله مره شويه تعرف هاي السيطرات ما سيطرات شويه اي يعني عندهم ممنوع لو ما لو يقول لك انت ابو ستوته لا تبكر مطب العظمية مطب للستمية لا تعب ولا اي شوية يعني بيها عرقلات وبيها مرات يعني لا هذه يسالوني انا مرات بيهم زينين اي انا اقول لك اي يعني
مره زينين مره الحمد لله اشكر الحمد لله اشكر على كل حال. الله يبارك فيك، انت من العظميه لو خارج. انا من ذني قريعات. حياك الله. الله يحييك. اي العظميه. اي تابعه للعظميه. القريعات شلون اوضحها؟ لا زين الحمد لله. لا الحمد لله زينه. لا لا الحمد لله زينه السالي. الحمد لله. فيها شغل بيها عمل لو ما بيها مصعب. عمي انا تعرف هسه عامتنا هسه الشغل مثل يقول يعني مو ذاك الحركه القويه. مو الاولى طبعا. لا وين؟ يعني هسه يا دوب اطلع لك باليوم 10 15 20 ما يعني الحمد لله اشكر. ما العلاقه ما الايجار ما سحب ما كذا. اي الحمد لله اشكر. هي ناس تقول سد بسد وما دابره ابد. هاي الحمد لله. الحمد لله اشكر. الحمد لله اشكر. انا شاكر فضلك عمي. الله يبارك فيك. يعطيك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. اشكرك انا. ان شاء الله رزقك حلال. واشكر حضوركم هذا للعظميه. حبيبي قدام. حياتي السلام لك عمو. قواك الله اخوي. قواك الله حبيبي حبيبي. يعني الأخوة اللي يتعبون بهذا عمل شاق وهذا الشغل الحدادة وال يعني هذا الأشياء اللي بصراحة نقدر نسميها شغل متعب وهذا درجة حرارة مرتفعة نقدر نقول إنه رزق الناس بهذه الطريقة رزق الحلال يتعب عليه يلا يتحصل. ما ممكن في يجي بسهولة وجيته اللي بسهولة. حبيبي حبيبي عمي حياك الله. وما يرهم لأنه الرزق لازم ينتعب عليه. الرزق ينتعب عليه يلا يجي. عموما أيضا أصحاب الملابس اللي صار شغلهم يمكن فترة الصيف وهذه يمكن تحرك سوقهم أو ما تحرك لأنه بسبب الوضع الاقتصادي اللي موجود. هسه إذا ردنا على مواد الغذائية نجيبها مثلا نجيبها نقدر نسولف عن البنى التحتية اللي موجودة بالعظمية وغيرها. فكلها تحتاج إلى بصراحة تحتاج إلى عمل، وهذا العمل المتواصل المفروض ويكون منصف بحق أهل المنطقة. هذا الصور واللقطات طبعا من داخل السوق، سوق العظمية السوق الرئيسي، واعتقد هو السوق الاساسي بالنسبة للمنطقة لان المنطقة هي يعني هذا السوق هو فقط، يعني ماكو اسواق اخرى يعني. بالتالي يكون الضغط المفروض الضغط يكون على هذه المنطقة او على السوق اكثر من مناطق اخرى. هذه الصور وهذه التفاصيل اللي تلاحظوها، بس انت تجي للسوق تشوفه ماكو احد وتشوف الناس قله قليله من الناس اللي موجودين بالسوق بسبب الوضع العام وتاثيراته. وبالتالي موضوع ايضا موضوع الارتفاع اللي موجود بسبب الدولار وغيرها، الدولار ايضا اثر على عمل الناس واثر على حركة السوق بشكل عام. ما نتحدث عن يعني ما نتحدث عن محل واحد أو شغلة واحدة، لا نتحدث بشكل عام لأنه الدولار على الكل صار، يعني على الكل. أقصد عن الطبقة اللي المستهلك يعني المواطن اللي شغله يوم بيومه وغيره، لا أكيد غيره ما متأثر لأنه هو المواطن الفقير اللي دافع الثمن بصراحة. عموما بيض المائدة أيضا معروض بهالطريقة. السلام عليكم، شلونكم عمو؟ شو أخباركم؟ قواكم الله. شلونك؟ أنا شايفك ومسوي لك لقاء. هسا أنا تذكرتك. وين؟ أنا تذكرتك هناك بالبداية. ولا لا يوم الطليان. أها. يوم الطليان. أيام محرم. شلونك عمو؟ تاج راسي. أخبارك؟ والله الحمد لله. إن شاء الله. والله هاي يوم الله بعد. صحة والعافية أم الله. درجة حرارة عالية اليوم. بس مرة صايرة بس مرة مرثة تورث. مرثة. ومن الكهرباء سلم لي عليها. خلك نخاول على راسك. إيه ماشي. مو من عمي. أنا بمصطفى. مصطفى إحنا بما إنه بالمنطقة وزايرينها. ومطلعين مطلعين على المنطقة. كل تفاصيلها. تغير عنها شيء، تغير بيها شيء، لو بعد محافظ على ذاك التاريخ وتراثه وطريقة التواصل الاجتماعي اللي موجود. والله هو بعد التواصل الاجتماعي لحد الآن
لان هكا قدماء هنا من ذاك وذاك، فما عندنا يعني شيء يتغير بالسيء بالاحسن، يعني قرب القربه جار، غير قصدك القربه جار، المعامله الطيبه، الاخلاق، الادب، هاي موجود كلها موجود الحمد لله. وشو لان شنو بثدي امه ما ينطب الخطا، ينطب الصحيح. انا من امه وابوي علموني شنو اوجه المقابلين، من الصغير انصحه والكبير اخذ من عنده. هذه قاعده ثابته بالنسبه لك مصطفى؟ ما غيرها لحد الان والله. هسه بيجيك شاب يقول لك يابا انت يمكن تطيب بعض الملاحظات، يقول لك ذاك وقتكم يختلف عن وقتنا، ما نقدر نستلم منك هذا التوجيه. الوقت وقته، الكل وقت وقته، والطبقات تختلف، ومن طبونا الفيس والشغلات أذرس. بس شنو تبقى؟ تبقى التربية البيئية. حجي كريم شو يقول؟ عمر التكي ما حمل تمر. أصلا شنو يطلع؟ أصلا شنو ما يطلع؟ تكي يصير نبوك، هو تكي ينضج، تكي ينضج نبوك يطلع نبوك. من أساس على التربية، من أساس على قاعة، شلون قاعة مالته مصطفى. إذا أردنا نسولف عن منطقة العظمية، خلي نذكر الرياضيين. منطقة العظمية معروفة بالرياضيين، السباحة على وجه العراق عامة، يعني وجوه وجهاء يعني بالرياضة. حاليا موجودين لو راحوا وطلعوا من العظمية، بس يستورثوها من جيل لجيل، من أبوه الابن أخذها. الأصل والأساس، مو قلت لك أنا عمري تكي ما يحملنا أبوك، هذا أبوه سباح يطلع سباح يطلع، يعني بقى تاريخهم بعد لا يزال. ليش؟ موجودين الان؟ والله موجودين هوايه، يعني والله موجود عندنا وجاه بالرياضه، غير لهم معرفه بالرياضه من زمان، بالسباحه، بالملاكمه، بالمصارعه، موجودين طيبتهم يعني فشي، يعني مو انسان عبق مو طبيعي، هم يمتلك شيء الاخلاق الحلوه الرياضيه، ناس ولها وجوهها، الاحترام هم من يمشي باخلاقهم، باسلوبهم، بادبهم، لان هم اهلهم الضاب، فهم نرجعوا على النظافة. هذه المنطقة أو هذا السوق أكو إلى تسمية لو بس سوق العظمية؟ سوق العظمية أي، بس سوق العظمية. إيش قد صار له تقريبا؟ صار له هواي والله، أنا من فترة ثانية عمري أبرت 60، من فترة انت هذا السوق مالتي، هذا السوق هذا تسميته هذا السوق أي، شان هذا الفرع الرئيسي ثاني تفرعت منه أنا وتفرعت منه أنا، كانت مداخل سكنية وصارت محلات تجارية. اكو ناس ساكنه لو ماكو ناس؟ شلون؟ ساكن الناس بهذا الافرع يعني مال السوق لو حار؟ جو حار، ما ساكن لو شارع؟ لا بيها ساكنين والله، بيها ساكنين، بيها ناس ساكنه موجودين قاعدين ببيوتهم عادي كل شيء. كم رخيص لو غال؟ والله سوقنا والله ما اقول لك، هي تتبع الانسان شنو مبدأه وشنو اخلاقه. غالي لو احد ما عنده واحد؟ لا والله سلموات رخيصه والله، ما شاء الله. انا اشوف وانا قلت لك بالعربه، يعني بالعربه انا والحمد لله والشكر عايش من فضل الله وتعب ايدي، غير ايدي ما اخذها ولا اخليها بايدي. هذا المعقول حلال والله، لو القيها بالقاع ما اشيلها الا اخذ من عندها، فمن تعطيني اشوفها يعني فشيء. حياك سلام، فدوى قلبك، فدوى قلبك، الله يبارك فيك ويسلمك. حياك الله ابو مصطفى. عليكم السلام حبيبي، عمي شلونك؟ طبعا الاغلب اللي موجودين يمكن انا مر، لانه شلونك حب؟ لان مارين هوايه ف بهذه المنطقه، فالناس تعرفنا من نجي، يقول لي وين شايفك، وين مسولفين انا وياك، يعني يتذكرون ابو مصطفى وابو علي وابو عمر وابو طه وكل الاسماء اللي تطلع في برنامجنا. ترى صدقوني هاي الناس من تحكي واقعها الموجود، تحكي الواقع اللي عايشته وبدون رتوش، ويتحدث فاتح قلبه، وهو هذا العراقي اللي تعودنا نشوفه، هذا العراقي اللي تعودنا نشوفه بكل مستويات. شوف المستويات اللي مرت على العراقيين والظروف اللي مرت على العراقيين ما مرت على بلد آخر، مستحيل. يمكن في بلدان العالم لو مرت ظروفنا على بلدان، لا هلكت البلدان والله، تدمر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفكريا وحتى عقائديا إلى غيره من الأمور. يعني العراق تحمل هذا الظلم كله، يتحمل اللي باقي.
عموما الله يكون بالعون يعني، طبعا الله يكون بالعون. احنا ما ممكن واحد ينكر واقعه او يغيب عن واقعه، فهذا هو الواقع اللي موجود. طبعا انا حتى يمكن بالدقائق الاخيره الاسعار اللي موجوده هسه ابو مصطفى قال اسعارنا تختلف يمكن او رخيصه او بيها نوعا ما بيها وجهه نظر مقبوله، مو بعض الاسواق الاخرى اللي نروح لها ونزورها نشوف اكو مواد بيها صاعده فعلا. هسه الان الاخ هنا حاط المعجون والمواد الغذائيه والكيك وغيرها كل من وسعره، ويمكن هذه الاسعار في غير مكان لا تكون اغلى. يعني حامض حلو بلف دينار، السجق ب 500 دينار، اندومي بلف دينار، حلقوم وغيره، كل تفاصيلها طبعا مذكوره واسعارها موجوده، بامكان انه واحد وهو ماشي يشوف الاسعار اللي معروضه. هذا جانب. الجانب الاخر المخضر اللي موجود، قبل شوي هم حكينا ويا ولد اسمه ابو زين. ابو زين قال احنا اسعارنا تختلف لانه احنا نتسوق من العلوه البعيده، علوه الرشيد مسافه، وبالتالي يكون اكو فرق بالسعر، والفرق هو تحدث عن الفرق اللي موجود. عموما اعطيني لقطات والله عن المواد المخضر اللي موجود وايضا اسعاره، البضاعه العراقيه. هذه الصورة الأسواق العظمية، طبعا البامية العراقية ب2500، اللوبيا ب3000 دينار، طماطة عراقية ب500 دينار، يعني فلفل عراقي ب1000 دينار، يعني الأسعار مقبولة ما بيها ذاك الصعود القوي بحيث أنه يعني تكون انه ردة فعل المواطن صعبة يشتري صعبة يسوي، لا نوعا ما بسهولة. دائما من نسولف ونذكر التفاصيل اللي موجودة نقدر نذكر انه طريقة الاهتمام وطريقة العناية اللي موجودة. هسه احنا اليوم يمكن بحلقتنا ما جبنا طار الخدمات، لانه الخدمات اصبحت في كل المناطق هي حالها لا يختلف عن الاعظمية والكاظمية وعن الكرادة وبغداد جديدة والأمين وكل أغلب المناطق اللي موجودة نفس الخدمات ونفس المستوى اللي موجود، لكن أكو انصاف لبعض المناطق مثلا تعبانة، أكو حلول واقعية من قبل أمانة بغداد مثلا محافظة بغداد، أكو مشاريع أقيمت وأنشئة جديدة حديثة. هذا السؤال لازم نحتاج إلى إجابات من قبل مسؤولين، من المحافظ على سبيل المثال، من أمين بغداد، حتى نقدر نطلع عن التفاصيل. احنا هذه موازنات العراق، ايش قد موازنات ما شفنا لذيك المشاريع المهمة اللي تخص حياة الناس بشكل مباشر، يعني ما شفنا لا شفنا معامل انبنت جديدة، لا شفنا شوارع ومدن انشئت حديثة بنفس الشارع ونفس الرصيف ونفس المجاري ونفس البوار المي من الثمانينات والسبعينات ونفس الكهرباء والأعمدة ماي الكهرباء، يعني ماكو حداثة بهذه المناطق والبنى التحتية على وضعها من ذاك الوقت للوقت هذا. نحتاج إلى يد مخلصة، يد تعرف الحق، ويد منصفة بحق العراقيين، إنه ما يكون إنه يعني عدم الاهتمام لمنطقة أو لأخرى دون أخرى. تقبلوا تحياتي، أنا أحمد الركابي وزميلي اللي رافقنا يوم المصور علي فلاح، أشوفكم باكر بخير وسلامة، واحد من الناس يوميا على زاغروس تي في الساعة 9 الصبح والإعادة الساعة 4 العصر والثانية بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.